قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. من خلال هاتين الآيتين نتعرف على آيات الله تعالى في النبات، في الحيوان، في الإنسان، وفي الكون أيضا. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الماء واحد والطين واحد مع اختلاف ألوان الثمرات. فهناك اختلاف في الألوان، واختلاف في الطعوم، واختلاف في الأشكال، والماء واحد. قال تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ترتيب ورقات الزهرة إعجاز، وتوزيع الألوان إبداع. من النبات ما هو معمر، ومنه ما هو حولي أي سنوي، ومنه ما هو فصلي. منه ما ثمره في الجذر، ومنه ما ثمره في الساق، ومنه ما ثمره في الورق، ومنه ما ثمره في الزهر. من النبات ما هو يابس، ومنه ما هو رطب. منه ما هو مفرد كالتمر، ومنه ما هو مجموع كالرمان. منه ما ينضج مرة واحدة ويحصد حصاد واحد مثل القمح والأرز والشعير، ومنه ما ينضج مرة بعد مرة، ولو نضج مرة واحدة لفسد على أصحابه كالفواكه مثلا. في الخريف تسقط الأوراق، وفي الربيع يكسوها لباسا جديدا من الأوراق. النبات يمتص ثاني أكسيد الكربون ويطرد الأكسجين، لأن الإنسان يستفيد من الأكسجين، فلا يزاحم النبات الإنسان. خلق الحيوان، منه ما هو يمشي على بطنه، ومنه ما يمشي على رجلين، ومنه ما يمشي على أربع، منه ما يطير بجناحين، منه ما يسبح في الماء،
وكله يسبح بحمد ربه. في تكاثرها وولادتها معجزة، بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ وجوده وامتداده وتمنع من طغيانه على الأجناس الأخرى. فبهيمة الأنعام لكثرة من يأكلها وينتفع بها لحوما وأصوافا وألبانا، فهي أكثر الحيوانات نماء وكثرة. النسور من الطيور الجارحة عمرها مديد وبيضها قليل بالقياس إلى العصافير. وكيف يكون الأمر لو كانت للنسور نسل مثل العصافير؟ ستقضي على جميع الطيور. وكذلك الأسود والنمور، كيف تكون الحال لو كانت تنسل نسل الشياه؟ ما كانت لتبقي على لحم من حيوان ولا من إنسان. والشاهد أنه قل نسل الأسود والنمور والحيوانات المفترسة، قل نسلها وكثر نسل الأنعام، وذلك لاستفادة الإنسان. لو طغى جنس على الآخرين لفسدت الحياة. الذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة مئات الألوف، وفي المقابل لا تعيش إلا أسبوعين أو 10 أيام. لو كان الذباب اللي هو عمره 10 أيام أو أسبوعين، لو كان بيعيش 5 سنين بس لغطى الكرة الأرضية كلها بسمك 5 سنتي. فكيف لو أفلت الزمام وعاشت سنوات؟ لكان الذباب يغطي القرى والدور والإنسان والحيوان. الميكروبات مخلوقات هائلة الكثرة، فهي أكثر الأحياء عددا وأسرعها تكاثرا وأشدها فتكا، لكنها أضعف الأحياء مقاومة وأقصرها عمرا، فهي تموت بالملايين في كل لحظة بسبب برد أو حر أو ضوء. ولو كانت قوية المقاومة أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحيوانات المجترة المستأنسة تعيش على المرعى وأفواهها واسعة نسبيا، تأكل الحشائش والنباتات بسرعة وتختفي لأنها هدف للسباع، ثم تهضمه في وقت طويل بمعدات خاصة بطريقة الاجترار. فلو لم تكن مجترة لضاع وقت طويل في المرعى وأصبحت هدفا للسباع. الطيور الجارحة ذات منقار مقوس حاد على شكل الخطاف لتمزيق اللحوم. الأوز والبط لها مناقير عريضة مفلطحة كالمغرفة توائم البحث عن الغذاء في الطين والماء. الدجاج والحمام مناقيرها قصيرة مدببة لالتقاط الحب من على الأرض. منقار الهدهد طويل مدبب للبحث عن الحشرات والديدان. منقار البجعة طويل ويمتد في أسفله كيس يشبه الجراب ليكون
كشبكة الصياد، إذ أن السمك هو غذاء البجعة. فالله عز وجل جعل لكل مخلوق ما يناسبه وما يوائمه وما يوائم غذاءه. الجهاز الهضمي للطير غريب وعجيب، لم يعطى الطير أسنانا يطحن بها، فقد خلق الله له حوصلة وقانصة تهضم الطعام، وأغلبه يكون مادة صلبة. أما عن خلق الإنسان فهناك آيات لله تعالى في خلق الإنسان، وتظهر القدرة في التنوع في الخلق. خلق الله تعالى آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من غير أب، وخلق سائر الناس من أب وأم. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ومن طلاقة القدرة قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إن النطفة متشابهة الأجزاء قسمها الله تعالى وهي متشابهة إلى لحم وعظم وعصب وعروق وأوتار وأعضاء وأجهزة، منها أعضاء ظاهرة رأس وبطن وظهر ويدان وقدمان، وهناك أعضاء باطنة القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والأمعاء. وجعل الله سبحانه وتعالى للإنسان جهاز العظام قواما للبدن وعمادا له. هذه العظام منها الصغير ومنها الكبير، منها الطويل ومنها القصير، منها المنحني ومنها المستدير، منها المصمت ومنها المجوف، اختلفت أشكالها لاختلاف منافعها. لا توجد عظمة في الإنسان ليس لها نفع أو زيادة عن القدر. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.